السلام عليكم البنات، كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الظروف والاحوال ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم البنات، بغيت نشارك معكم عيد الميلاد ديال بنتي اللي جا صراحه الله مناسبه باش نخرج شويه من الحزن اللي انا فيه صراحه. مازال كيقال هذاك القلب مجروح، ولكن كنحاول نتلفو شويه. وني جات هذه الفرصه وشحال هذه ما درت صراحه شي عشاء زوين انا والزوج ديالي، ولا فرحت هكا في داري، قلت هذا النهار هذا علاش لا ما نستغلوش، ومنها نفرح بنتي ومنها ندير لها تشري تصويرات وغير انا وياه وهي، ويكون عشاء وكل شيء في نهار واحد. هذا الشيء اللي كاين البنات. المهم هنا كنشارك معكم البنات هاد النفيفخات اللي شريت. هادو البنات كيديروا 18 درهم، فيهم شي 10 ديال الحبات هكاك مزوقين. شريت هنا شويه ديال المكسرات باش نديرهم في الطبيله. المهم هكا كسفت على الحاله، شريت شويه شويه من الحاجه باش نعوض الطبيله زوينه. وهنا البنات صورت هذا الفيديو، هذا شاركت معكم هذا القطعه، هذا صورته باش نحطه في الانستغرام ديالي. بالنسبه للبنات الانستغرام ديالي هو اسماء فلوغ، نفس السميه ديال هنا ديال القناه. اللي بغات تتبعني تما حتى انا كنشارك معكم شي حاجه بالزربه ولا هذا تلقاوها في الانستغرام. هاد الحليوه البنات كالعاده عند السيد اللي كنصوب عنده الحليوات ديالي كاملين. كيف ما كتشوفوا اختاريت لها العتام ديال الارنب حيت كيعجبوها واحد الموسيقى فيها الارنب، ودرت هذاك العتام. هنا البنات شرملت العدن بطريقه سهله وكيجي لذيذ. المهم هنا درت الكمون، الابزار، سكينجبير، توما، لاصوص صوجا، وهذا شويه ديال المليحه ما تكثروهاش حيت دايرين صوجا مالحه. وصافي وحركت هذا الشيء هذا، خليته شويه يترقد على ما وجدت شويه الطبيله، وعاد دزت قليته حتى لاخر لحظه. وبالنسبه للبنات العدن ملي كنقليه داك لاصوص اللي كتبقى لي ديالو، داك الزويته اللي قليته فيها وداك مع الموطاغ ديال البنات تاي نسيتها والخل، كيطلقوا واحد المريقه. داك المريقه كنزيد فيها البنات الفرماج وكنحركها. الا كانت كثيره وعندكم الحليب زيدوا الحليب وزيدوا شويه النشا، كتجيكم واحد لاصوص البنات الهبل والله الا لا زوينه ولذيذه، مع كتجي فيها داك المذاق ديال الموطاغ والصوص الصوجا كتجي مزيونه. كترافقوا بها لادند، وكندير لا بيوري ديال البطاطا مسلوقه بالفرماج، وكنحط بيصل هكا كيجي مزوق. المهم البنات ما قدنيش الوقت باش نشارك معكم بلي ديتاي، دابا ان شاء الله شي نهار ندير لكم هذا البلا هذا اللي كنديرو ملي كنكون باغا نفرح هكا وتجي طبيله رومانسيه كندير هذا البلا هذا. هانتوما يعني البنات زدت هنا حكه ديال الزعتر وشويه ديال العطريه ديال لادند حتى هي درتها ديال الشاورما. المهم هنايا البنات شوفوا كي قطعتهم سويرات طوالين باش كيجيو في الديكور زوينين فاش كتحطهم في الطبيصل. المهم البنات انا كنحاول نشارك معكم اليوميات ديالي، ولكن ما كيكتبش صراحه، ما كنمونطيش كل نهار نحط فيديو كل نهار نحط فيديو، ما كتساعدنيش الظروف. ولكن ان شاء الله بحول الله من بعد نبقى نحط فيديوهات كل نهار كل نهار. كنتمنى من الله نبقى نشارك معكم فيديوهات كل نهار. وانتم البنات شجعوني شويه بالبارطاج وشاركوا الفيديو مع العائله ديالكم البنات، وحاولوا تشجعوني علاش لا حتى انا ان شاء الله من بعد نولي كنبان معاكم ونشارككم اليوميات من الصباح حتى العشيه ان شاء الله. هنا البنات عندي هذه الفراقه هذه اللي خديتها من بيم، صدقات لي زوينه الصراحه. دابا كنتسناهم غير يجيبوا الطبيصلات ونولي ناخذ الطبيصلات ديال هذا الشكل هذا الرخامي، كيجيو فنين في الحطه. المهم هنا حطيت شويه المكسرات، المهم كندير هكا وهكا. دزت البنات نصوب واحد الشلاضه اللي خفيفه، معكم عارفين الصهد مابقاش كيصلح هكا الطواجن وداك الشيء الثقيل، المهم شليضه بشي حاجه مقليه ولا هذاك وكيجعل الله البركه. المهم هنا البنات قطعت الخيار بداك الشكل كيف شفتوا، وعندي لي بات مسلوقين. المهم هنايا غادي نستعملها نتوما هاد الصلاديه هذا هذه راه هي من بيم. هانتوما شوفوا عندها داك السيبوره ديال هاد الخشب، هادو خديتو من البنات فاش تزوجت، وندمت لي ما خديتش لاغام كامله الصراحه. هاد لا كتجي قاصحه باش نشري كلشي في دقه، ولكن كنتسناهم ان شاء الله يجيبوا الطبيصلات ونولي ناخذهم. ايوا المهم هنا البنات قطعت الخيار، وغادي نقطع مطيشه حتى هي رقيقه باش كتجي زوينه في الماكله، ما كتجيش ما كيبقاش الواحد كيدفعها ما كيبغيش ياكلها. كتحاولوا تقطعوا داكشي رقيق باش كيجي مزيون.
وكيتكال، ما كيبقاش غير كيتلاوح. ملي كتكون حاجه غليظه راكم عارفين، لا الدراري الصغار لا حتى شي حد ما كيبغي ياكل حاجه هكا غليظه. وهذا كل ما قطعتو الشلاضه رقيقه كتجي مزيونه. هنا البنات مهم كتضيفوا فهاد الشلاضه هادي داكشي اللي عندكم. انا غنزيد البنات المايس وغنزيد الطون، المهم نتوما داكشي اللي عندكم نزيدوه. غنزيد الزيتون الكحل. بالنسبه للبنات الطون، انايا دابا وليت دائما كنشري الطون ديال الطعم، ولا زوين البنات. هو دابا اللي صراحه لذيذ وزوين، والطون ديالو بيض وباين، ماشي بحال البواطات الاخرين كنشريهم صراحه الله السميات الاخرين، ممكن ليش نقول السميات. اي وحده شريتها كنلقاها مفرته حدا داك الطريف الفوقاني والتحتاني كله مفرتت. هذه لا بالنسبه للطاسه الكبيره ديالها زوينه، ولا الطاسات الصغارين زوينين. الطاسه ديالها ديال 800 غرام كنظن، المهم ما كاملاش كيلو، كدير ب 65 درهم. حتى هي كطيح زوينه اقتصاديه، كنا شريناها في رمضان صراحه كدوز. ها انتم البنات هذا هو الامبالاج ديالها. بالنسبه للثمن كدير 10 دراهم على حسب الهري، كاين 11 درهم كاين 10 دراهم. المهم هذاك هو الامبالاج ديالها. كنحاول البنات دائما في الفيديو ديالي نوريكم شي حاجه اللي انا كنستافد منها، ولا انا شفتها، ولا وراها لي شي حد، ولا جربتها. مهم باش الفيديو على الاقل تستافدوا منه واحد شويه، وما تخرجوش كيقال هذاك بيديكم خاويين ونعمر عليكم السهر جغيب الهضره والخاوي. كنقول بعدا كنجيب لكم شي حاجه زوينه. هانتوما شوفوا البنات الطون كيفاش داير بيض والطرف، انا راني كنفرتتهم. وهذه هي الشلاضه ديالي البنات، شوفوا كيفاش جات وزوقتها كداك الزيتون كحل. مهم البنات العين اللي كتاكل. وانا هاد النهار هذا حاولت نخرج من داك الروتين، انا ما نكذبش عليكم من شهر واحد وانا في واحد الاكتئاب بوحدو، ما كنقد صراحه. الا ضحكت ما كنقول ماشي هذا هو الضحك، الا هدرت ما كنقول ماشي هكا خصني نهضر. المهم كنت في واحد الحاله قلت اللهم نخرج هكا شويه من هذاك الروتين وهذا، ونبدل الجو ونفرح ونصور شي فيديو اللي كيعجبوني. انا هاد الفيديوهات بحال هادو كيعجبوني وكنتفرج فيهم بزاف، وتا انا بغيت نشارك معكم البنات هادشي هذا باش تستافدوا معايا شويه ونوريكم الجديد اللي كاين. المهم هنا البنات هادي الشاركوتري خديتها من مرجان، خديت هاد الاشكال كاملين. هادي قدرت لها على شكل الورده، ساعات حلات لي، خصني نتعلم لها مزيان باش ما تبقاش تحل. تحلات لي وليت عاود شكل اخر حيت تحلات. وهانتوما البنات هادو ملي كطويهم هكا كيجيو على شكل ورده، كتشدوهم بالعود ديال السنان باش ما كيتحلوش. والطبيله كل ما البنات زوقتو فيها وحطيتوها مصمقه كتبان، وانتوما نفسيا كتفرحوا والله العظيم. لان هذاك اللي درت فيها هاد العشاء الا فرحت من قلبي وقلت وانت زعما راه بابسط الحاجات راه يمكن الواحد يغير الجو ويبدل شويه. ان شاء الله شي عام نقدر ندير عيد الميلاد لبنتي ونعيط لولاد خوتي يحضروا معايا ويفرحوا ونكونوا مجموعين، ولكن هذا العام ما يمكنش راكم عارفين. زعما ما داش ساهل، والوفد بابا ما ماشي بالهين عليا باش ندير انايا حفله ونعيط للناس. زعما قلبي مازال ما مجروح، ما نقدرش ندير هادشي كامل. هنا البنات كنوريكم الفريز والكيوي كيفاش كندير نجمدهم، كنقطعهم البنات رقاقين شوفوا باش كيصلحوا لي. الا بغيت نديرهم في شي تورته ديال الفواكه، بغيت نديرهم في هكا نزين بهم شي بلاطو بحال هكا، بغيت نطحنهم ماشي مشكل، واخا هما مقطعين ضربه فيهم تماره كنطحنهم ماشي مشكل. ولكن الا كان عندكم فريغو كبير ولا الكونجيلاتور اللي غطحنو خليوه بوحدو، واللي غتقطعوه خليوه بوحدو. انا صراحه كله قطعته حيت عندي فريغو صغير، ملي كنحتاج نطحن كناخذ هكا شي حبات. ولكن البنات حطوه اخر لحظه حتى تكونوا عوانين تاكلوه، حيت انتم راكم عارفين كي تطلق. وانتم البنات الطبيله ديال لانيفيرسير بنتي ها هي كيفاش جات. راني غير انا والزوج ديالي خلقنا شويه ديال الجو صراحه، هو جا معطل من الخدمه ولكن لقاني موجده هكا الطبيله. صافي واحد السويعه صورنا البنيته وفرحنا شويه وحطينا العشاء تعشينا. المهم البنات كيف ما كنقول لكم دائما خرجوا من الروتين اليومي ديال كل نهار نفس الحاجه المرقه هذه. مره الواحد يدير شي حاجه جديده ويفرح راسو علاش لا. وهنا البنات مي كطبله قلبتها في البيض حيت عندي فيها الوريضات باش كتبان الطبله.
وهذا هو العشي، هذه هي العشيوه ديالنا نتوما البنات. الشلاضه كيفاش جات، وهذا هو الطبق ديال لادند بلا بيوري ديال البطاطا. ها نتوما البنات زوقتها بداك العريج ديال المعدنوس، وهذيك لاصوص اللي قلت لكم البنات. شي نهار هذا الطبق هذا غنشاركو معكم خصيصا، ماشي فيديو باش يبقى فيديو بوحدو. انا اليوم شاركت معكم التحضيرات وكل شيء في نهار واحد، وكنتمنى هذا الفيديو البنات يعجبكم ولا لا خطاكم عليا، وكنتمنى اللي وصلت حتى لهنا تخلي لي واحد لايك وكومونتير للتشجيع، والى فيديو اخر ان شاء الله.